مساء الخير أعزائي المشاهدين، وأهلا بيكم حلقة جديدة وبرنامج لكل الناس. طبعا كلنا عارفين أن الأدب والفنون دي من أهم وسائل التواصل بين الشعوب، وعشان كده حابة النهاردة تكون حلقتي حلقة أدبية هنقيم بها تجربة جديدة على مصر، وهي تجربة الكاتب الإريتري الكبير هاشم محمود حسن. ولكن يسعدني في بداية حلقتي نرحب بضيفتي النهاردة دكتورة سحر محمود، المستشار الإعلامي للمجلس الدولي للعلاقات العامة وحقوق الإنسان والتنمية، ورئيس مجلس إدارة جريدة جماهير مصر الحرة، ومستشار إعلامي بالمجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي. أهلا بك يا دكتورة. أهلا يا فندم، اتشرفت بك. أهلا بحضرتك. طبعا حضرتك عارفة أن مصر لها دور ريادي في احتضان المبدعين العرب، كلميني حضرتك عن دور مصر في احتضان المبدعين من كافة الدول العربية. طبعا عايزة أقول أن مصر من أكثر البلاد توهجا في الثقافة والفنون على مستوى الوطن العربي. احتضنت العديد من الأسماء العربية، منها طبعا ما ننكرش منها سميرة سعيد، كاظم الساهر، العديد من الفنانين، وكذلك المسلسلات العربية اللي غزت البلاد ودخلت ولقت نجاح كبير جدا عندنا هنا في مصر. فطبعا في مجالات الأدب، الفنون، الثقافة، الغناء، المسرح، فعلا مصر بتكون هي تأشيرة الدخول لكل فنان، بتبقى بداياته من داخل جمهورية مصر العربية. بالفعل تأشيرة الدخول أو جواز سفر لأي مبدع عربي من خلال جمهورية مصر العربية. أكيد طبعا. إحنا النهاردة يا دكتورة هنقيم تجربة الكاتب الكبير الإريتري الكبير هاشم محمود حسن، بس في البداية عرفيني نبدأ عن دولة إريتريا. هي إريتريا دولة إفريقية عربية، بالنسبة للسودان في الغرب، وفي الجنوب دولة أثيوبيا، ليها عاصمة اسمها أسمرة. أسمرة دي أبدعنا الكاتب الكبير الفنان هاشم محمود حسن بانه عمل مجموعه قصصيه باسم شتاء اسمره، فهو كان بيشير في المجموعه دي للعاصمه وهي اسمره. طبعا فيها بعض المدن مهمه جدا زي مصوع وكارن. طيب هنتكلم بقى في البدايه عن تعريف الجمهور بالكاتب الكبير هاشم محمود حسن، عرفي لي نبذه مختصره عن الكاتب هاشم محمود حسن. هو كاتب في الحقيقه يعتبر ظاهرة أدبية صاحبة إنتاج غزير في الفن، لم يتأثر بخط أدبي معين ولكن اتخذ خط خاص بنفسه. يعني له مدرسة أدبية خاصة به هو شخصيا. طبعا مش متأثر بأي أدباء آخرين. أعلن عن اسمه وعن خطه الأدبي، وكانت بداياته في 2012-2013 بداية ما بدأ يكتب، ولكن بدأ النشر عام 2017. يعني هو توقف فترة معينة من 2013 إلى 2017. هو ما زال يكتب. توقف من 2013 الى 2017 لما بدا استعاده الكتابه مره. هو فعلا بدا نشر 2017 لكن لم يتوقف عن الكتابه، كان يكتب دون ان ينشر. طيب تمام، كلميني نبذه عن ما يميز شخصيه الكاتب هاشم محمود حسن اللي احنا النهارده بنقيم التجربه الجديده على مصر، الحقيقه تجربه الادب الاريتري ودخوله مصر، فقيميني حضرتك شخصيه الكاتب هاشم محمود حسن. في الحقيقه من خلال قراءاتي لروايات الكاتب هاشم، هو شخصية مثقفة بدرجة عالية، متواضع، يمتاز بذكاء فطري، محب جدا لوطنه، بيمتلك ثقة عالية بالنفس، كان متأثر جدا باللجوء والتشرد والاستعمار، فكان معظم كتاباته يميل إلى الحزن رغم أنه شخصية مرحة، لكن بيميل للحزن شوية. نظرا لحالة الفترة الطويلة اللي عاشها الشعب الإثري من الاستعمار طبعاً. والدمار اللي بيعانيه أفراد الشعب من وكان دايما بيتمنى أن وطنه يعافى من الاستعمار ومن العلل. بالظبط، وهل كان بيميل للنقد المباشر للقيادات او كده، ولا كانه ما بيميلش الى هذا الاتجاه؟ والله يا فندم في الحقيقه هو كان بيحب جدا اقرانه او زملائه في الجامعه، كان في لا يا فندم انا اقصد حضرتك هل كان بيميل انه ينقد القيادات السياسيه ولا لا؟ لا ينقد السياسه نهائيا، ولكن له خط ادبي معين يسير في اتجاهه. طب تمام، كلميني عن علاقته برفقائه وزمايله في جامعة السودان. هو دايما كان بيحبهم وكان مرتبط بهم ارتباط كبير جدا، وكان ماشي معهم في خط أدبي معين، ينتمي إلى مدرسة أدبية وثقافية، وذكرهم في أكتر من رواية من رواياته. هو ذكرهم في أكتر من رواية فعلا، وكان محبا جدا لوطنه ولرفقائه. طيب حضرتك كلميني عن أهم أعمال الكاتب الكبير هاشم محمود حسن.
هو عمل اعمال كثيره. ويا جماعه نعرض الصور اللي معانا لاعمال او اغلفه اعمال الكاتب هاشم محمود حسن. اتفضلي. هو قدم لنا اعمال كثيره وروائيه عديده، ولكن في حاجات مميزه زي الروايه الاولى الطريق الى ادال، تقربة، مجموعه قصصيه بعنوان شتاء اسمره، واخيرا عطر البارود. عطر البارود. طيب تمام. يا دكتوره، يعني عطر البارود، روايه عطر البارود دي حضرتك حاسه ان المعنى او العنوان في تناقض في المعنى، او في يعني في غرابه ان المعنى العطر يعني كيف تتناسب مع البارود؟ يعني فعلا العطر، انا بشم ريحه العطر، بحب ريحه العطر. البارود طبعا معروف ده خاص بالحروب والدمار. ايوه والدمار. تمام. فايه العلاقه بقى بين التناقض؟ احنا عارفين طبعا ودرسنا ان التناقض ده بيقوي المعنى ويبرزه. تمام. فالعنوان كان متناقض فعلا، بيعبر عن الجندي في اريتريا كان يعشق البارود ورائحته من اجل الخلاص من الاستعمار، فكان دايما بيحب رائحه البارود، بتعبر له على انه من خلاله هيقدر يتخلص من اي استعمار. هو السبيل الاخير للخلاص، سبيل الخلاص من الاستعمار، فكان يعشق. فهو كان حابب ان هو يقوي المعنى، ان انا بالنسبه لي ريحه البارود ده بالنسبه لي عطر هيخلصني من اي استعمار ومن اي دمار داخل البلاد. فعلا معنى جميل وعنوان مجذب وشيق جدا للروايه. هو احسن اختيار اسم الروايه. طيب بالنسبه لروايه عطر البارود يا دكتوره، حضرتك حاسه انها ممكن تصلح تكون عمل سينمائي؟ طبعا طبعا تصلح جدا انها تكون عمل روائي وعمل سينمائي وناجح جدا كمان. اولا الاحداث بتاعته دراميه عديده مشوقه، بها العديد من الشخصيات، توثق فترات زمنيه معينه وتاريخيه لاريتريا. تمام. طيب لو كلمنا عن مشاركات الكاتب هاشم محمود حسن في المعارض الدوليه. تمام. هو فعلا بالفعل شارك في معارض، منها معرض الشارقه. معرض الشارقه ده شارك فيه بروايات في الفترة من 31/10 ل 9/11 الحالي، يعني هو كان لسه في الشهر الحالي موجود بيشارك. عن معرض الشارقة الدولي في الإمارات العربية المتحدة. هو في الإمارات بس هو نشر في مصر عن دار النخبة. عن دار النخبة. عن دار النخبة طبعا. طب حضرتك هتكلمينا أصلا عن زيارته الأخيرة للقاهرة وأجواء هذه الزيارة. تمام. بالنسبة لأجواء الزيارة بتاعته، هو هنا حضر أولا، هو كان بيصدر عن دار النخبة، فوقع النسخة الثانية من روايته عطر البارود من خلال دار النخبة، وأعلن عن أنه هيعمل معرض إن شاء الله في جدة وفي باقي الدول العربية. يعني هيشارك في العديد من المعارض المقبله. من المعارض. طيب بالنسبه لمعرض الشارقه، هل كان لروايته عطر البارود تواجد مميز في المعرض؟ طبعا كان ليه لقاء مميز وناجح، ولقى نجاح كبير، يعني قبول من القراء طبعا، وعمل هنا حلقات داخل جمهوريه مصر العربيه اثناء تواجده. طبعا متابعتي هنا في قناه الصحه والجمال، عمل لقاء وفي اذاعه صوت العرب. هو له لقاء اسبوعي تقريبا في اذاعه في صوت العرب. طبعا ليه لقاء في اذاعه صوت طبعاً العرب طبعاً. المصريه. طيب دكتوره سحر، كلمي حضرتك عن روايه عطر البارود، يعني الاحداث والاشخاص واللي فيها، هل الروايه دي بكميه بكثافه الـ الاحداث اللي فيها تصلح تكون عمل سينمائي زي ما قلنا قبل كده؟ لانها بتتكلم عن ايه بالظبط؟ يعني عن هقول لحضرتك، الشعب الاريتري دايما بيعاني من الاستعمار من سنه 61، ده كانت في البدايات. نرجع لسنه 4 الاستعمار الاثيوبي. الاستعمار الاثيوبي طبعا. بدأ الاستعمار يتوغل داخل إريتريا سنة 64. طبعا الشعب دايما بيعاني من الأحداث والإثارات والمعارك، اتأثر والكاتب نفسه اتأثر بالأجواء الموجودة، بدأ يكتب ويعبر عن أحاسيسه وعن الأحداث الدائرة التاريخية داخل إريتريا، فكانت طبعا كل ده بيعكسه على كتاباته. كان بيوثق التاريخ، يعني بيوثق مرحلة طبعاً تاريخية
طيب توثيق التاريخ ده بيحتاج مجهود ومعاناة طبعا، انك أكيد. تقابلي اشخاص من هذا الزمن، كلمي حضرتك عن المعاناة اللي ممكن يلاقيها الكاتب في توثيق هذه الرواية. طبعا هو موجود في جو، في حي، في مدينة، أهله كان بيدرس في السودان، خلص جامعته ورجع تاني على إريتريا. من كتر المعاناة اللي كان بيعانيها الشعب هو بدأ يتأثر، فكان بيعكس ده من خلال كتاباته ويجمع المجموعة، يجمع المعلومات من الرعيل وأقرانه، الأول، من الرعيل الأول أو من اللي سبقوه في إيه؟ من اللي سبقوه طبعا، من الأجداد ومن الآباء ومن الجيران، بدأ يجمع كل المعلومات. وغير اللي هو كمان كان بيعانيه وحضره بنفسه، يعني هو كان بيكتب بكل مصداقية، كان بيكتب كل الأحداث أولا بأول اللي هو حضرها، وكان بيستعين بالآخرين في الحاجات اللي هو ما قدرش إن هو يتوصل لها في من العصر السابقين، الحالي. من الرعيل طبعا الاول من الاجيال أكيد. السابقه. طيب حضرتك شايفه يا دكتوره، هل الادب الاريتري بشكل عام هل تواجده في مصر مكثف ولا لسه جديد على دخوله مصر يعني؟ او هو في الحقيقة هو جديد على مصر، ولكن لما جه وبدأ ينتشر من خلال الكاتب هاشم محمود حسن، بدأ يشرح لنا ويعرف لنا ايه هو الأدب الإريتري وازاي يقدر ينجح وازاي يبرز ان فعلا في أدباء واعيين مثقفين مبدعين. طبعا الادب، دوله ايطاليا اصلا كانت دوله الى حد ما يعني الى العديد من الشعب المصري يعني مش على درايه قوي بالادب او الفن الاريتري او كده، ولكن مؤخرا بدا يبقى فيه نوع من التواجد نوعا ما من خلال الكاتب هاشم محمود حسن ورفقائه ايضا الادباء. أنا عايزة أقول لحضرتك على حاجة، بالنسبة للثقافات وللفنون وللكتاب كمان، دور الإعلام مهم جدا في إنه ينشر أي حاجة، يعني أنا عايز أنتشر، عايز أبرز ثقافة، ثقافة بلد، ثقافة شخص، أي ثقافة، أي فن من خلال الإعلام، الإعلام له دور مهم جدا في حاجة زي دي. ايوه اتفضلي، اتفضلي كمان يا دكتوره. تمام؟ طيب هو بيبرز عمله من خلال لقاء إذاعي، من خلال لقاء تلفزيوني، بيبدأ ينتشر بوعي وثقافة، وإحنا بنقدر نتعلم من خلال الثقافة دي. طبعا بيحصل تواصل، تواصل بين الشعوب من خلال الأدب ومن خلال الفنون ومن خلال كل دوت. طيب كلميني يا دكتورة برضو عن السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، تمام. هل بيكون لها برضو تأثير في انتشار الأدب والفن والمبدعين؟ بتسهل شوية التواصل بين المبدعين؟ طبعا احنا زمان كان كل تواصل من خلال التلفزيون، التلفزيون او الاذاعه المصريه، كله بيقعد قدام التلفزيون بيسمع الاذاعه، بيتواصل من خلال المجلات، الجرايد. السوشيال ميديا دلوقتي ليها دور كبير جدا وفعال. مفيش طالب جامعي، تلميذ، موظف، عالم، دكتور، السوشيال ميديا ليها دور كبير جدا في انتشار الثقافات بين البلاد، على الأقل بتقدري توصلي لأي معلومة في أي وقت في الحال من خلال السوشيال ميديا. تمام. طب حضرتك كلمي عنك بقى شخصيا، يعني نعرف حضرتك يعني دورك اللي بتقومي بيه من خلال منظمة السلام العالمي والتواصل يعني. شوفي حضرتك، أنا بشتغل في أكتر من مجال، من ضمن المجالات اللي أنا اشتغلت فيها كرئيس مجلس إدارة لجريدة، يعني مش حابة أقول اسمها، والأكتر من كيان بنقدر ننشر الثقافات، بنقدر ننشر المعلومات، نقدر ننشر التوعيات، لازم يكون في برامج توعوية في جميع المجالات أقدر أفيد بيها ولادنا، أقدر أفيد بيها جمهورنا. طب اسمحي يا دكتورة نطلع فاصل قصير ونرجع تاني. اتفضل. أعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود مرة أخرى. إن شاء الله. شكرا للحضور الكريم على التصفيقات، وتصفيقات مرة أخرى على شويه رجعت من زمان.
هنا وكلكم طيبين وكلكم ملاياش الكلام لازم اقول اللي هو جوا قلبي. حضورك اجمل كلام. ان شاء الله. شكرا للحضور الكريم على هذه التصفيقات، وتصفيقات مره اخرى على أعزائي المشاهدين. عدنا من جديد، برحب بك مجددا دكتورة سحر، أهلا بك. احنا طبعا بنتكلم عن تجربة أو تقييم تجربة الكاتب هاشم محمود حسن. هو كاتب إريتري مميز الحقيقة، وصدر له طبعا رواية عطر البارود عن دار النخبة بالقاهرة مؤخرا الشهر اللي فات. حضرتك أنا عايزاك تركزي لي أو تكلمي عن جزئية الانتماء. الحقيقة احنا مفتقدينها جدا في الوطن العربي حاليا، وطبعا انت شايفة العديد من الحروب والأجواء الغير سلمية اللي موجودة. كلمي عن حب أو انتماء الكاتب لوطنه. في الحقيقة كاتب هاشم محمود حسن ينتمي جدا لوطنه، محب جدا لوطنه، ما بيحبش الاستعمار، ما بيحبش الدمار، منتمي لاهله ولبلده. ما فيش حد ما بيحبش بلده، ما فيش حد ما بينتميش لبلده، ولكن حب الكاتب لبلده بشكل عملي انه بدا يتواجد في ويظهر بلده، عنده انتماء كبير لبلده ولاقرانه، رغم ان هم كانوا معاه في جامعه السودان. هو درس في جامعه السودان تكنولوجيا ومعلومات، ولكن حبه للادب بدأ يبرز من خلاله حب الوطن والانتماء للأهل وللأصدقاء وكل وكمان كان عنده، عايز أقول، انتمائه لبلده كان بينعكس من خلال كتاباته، من خلال الأهل، من خلال الأب، من خلال الجد، من خلال الجار، فدايما كان بدا بينعكس على كتاباته. طب هل تكلميني عن رواية الطريق إلى آدال؟ هي من الروايات المميزة الحقيقة للكاتب هاشم محمود حسن، فحضرتك اديني فكرة كده عنها. بالنسبة لآدال دي المعركة الأولى ليه إريتريا؟ هقول لك، آدال كانت بدايات المعركة، ولا كانش لسه الاستعمار دخل، الكلام ده كان سنة 61، فبدأ يكتب ان لسه استعمار داخل، لسه حاجة جديدة جاية، هما مش متعودين، واخدين على الحرية. بدأ الاستعمار يدخل في آدال، ولكن في الرواية التانية تقربة كان دخل الاستعمار وتوغل، وبدأت البلاد تسوء، وبدأت الحالة النفسية للكاتب نفسها تسوء، فبدأ يعكس ده من خلال رواية تقربة. طبعا كان بيشجع الشباب برضو على يعني محاولة الحرية أو محاولة الدفاع عن الوطن. أكيد طبعا، أكيد طبعا، من خلال المجموعة القصصية اللي عملها اللي هي شتاء أسمرة، دي كانت بتتكلم عن مجالات عديدة في بالنسبة لحس الشباب عن حب الوطن، عن الدفاع عن الوطن، عن الوقوف بجانب بعض. أكيد يعني هو كان بيعكس ده من خلال المجموعة دي. احنا طبعا اتكلمنا في البداية عن دور مصر الريادي في دعم المبدعين العرب، فطبعا حضرتك شايفة اختياره لمصر لتكون صدور نسخته الثانية من عطر البارود عن دار النخبة للنشر، شايفة الاختيار ده بيعبر عن ايه؟ طبعا اختيار موفق جدا. بدايات كل مبدع بتبقى من داخل جمهورية مصر العربية. مصر بتحتضن المبدعين في كافة المجالات، وهو من ضمن ده دليل على وعي الكاتب الحقيقة بداياته من داخل مصر هي دخوله لقلوب الجمهور العربي وليس مصر فقط. هو بالفعل بدا فعلا من خلال الكاتب هاشم محمود حسن ان ينتشر الفكر، الادب الاريتري بدا ينتشر مؤخرا في مصر من خلاله الحقيقة. طبعا التعريف بالكاتب وبالبلد من خلال مصر بيبقى نافذه للعالم كله وليس العالم العربي. طبعا وهو اعلن انه هيعمل معرض، هيشارك في معرض في جده وان شاء الله الجزائر وفي جمهوريه مصر العربيه وباقي البلاد، وان شاء الله ربنا يوفقه
هي تجربة فريدة وتجربة مميزة، واحنا كمصر بنرحب بكل ضيوفنا من المبدعين والفنانين وكل فنان عربي ان هو فعلا يبدا تجربته من مصر، واحنا بنشجع اي تجربة رائدة وناجحة ومميزة. بشكرك جدا دكتورة سحر، شرفتيني في الحلقة. اعزائي المشاهدين اشكركم لطيب المتابعة، انتظرونا ان شاء الله في الاسبوع القادم حلقة جديدة وبرنامج لكل الناس.